مشاهدينا مشاهدي النايل لايف شبكه ان تي ان، صباح الخير عليكم. النهارده الاثنين 6/2، وما زالت الاحداث تزداد سخونه في مصر، وما زالت المشاحنات بين قوات الامن والمتظاهرين امام وزاره الداخليه، ومش عارفين الدنيا هتاخدنا لفين. ده كله هنشوفه معاكم النهارده في نهارك سعيد، بس بعد ما نصبح على دينا ومي. صباح الخير عليكم. صباح الخير. صباح الخير يا مي. ولسه الشهداء بيتساقطوا، ولسه المصابين بيتساقطوا في ميادين مصر. كان امبارح كان في مبادره، او لا انا اسفه، كان امبارح كان في مسيره لامهات مصر راحت لحد مجلس الشعب. طبعا انا اسفه، المسيره كانت للقصاص، المطالبه بالقصاص، لان مفيش ام هيعوضها موت ابنها بالفلوس، بس مطلوب القصاص، ومطلوب ان يبقى فيه محاكمات بجد، مطلوب ان الناس دي فعلا تاخد حقها. خليني اقول لكم ان معانا النهارده فقرات كتيره جدا، بس الفقره اللي معانا النهارده هي مبادره احمي ولادك يا مصر، للكاتبه الصحفيه اماني درغام، منسقه مبادره احمي ولادك يا مصر. غير كده كمان ان هي صاحبه البرواز اليومي اللي موجود في جريده الاخبار، مفروسه قوي، هنعرف طبعا منها هي مفروسه من ايه النهارده، وطبعا هي منسقه مبادره احمي ولادك يا مصر. هو في اسباب كتير قوي تخليها مفروسه. صباح الخير مره ثانيه على كل اللي بيتابعونا. وزي ما قلنا الوضع في الشارع المصري متوتر جدا، خصوصا في ميدان التحرير، في الشوارع المجاوره ليه، وفي محيط وزاره الداخليه. ناس كتير جدا حاولت ان هي تهدي الاوضاع، ناس كتير جدا حاولت تهدي الطرفين. امبارح كان في مبادره، او امبارح كان في مبادره، وزير الداخليه تدخل، بعض الثوار تدخلوا، اعضاء البرلمان تدخلوا. النهارده هنعرف اخر ما وصل ليه الشارع المصري، وهيكون معانا استاذ محمد عصمت مسؤول الطبعه الثانيه لجريده الشروق. وزي ما احنا في تاني معانا فقره مع الدكتور اشرف الصباغ، هتكون عن الاحداث برضو الجاريه في مصر. امبارح عقد وزير الداخليه مؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات احداث بورسعيد، برضو هنعرف منه ايه اللي حصل واللي حصل ده ليه، يعني عايزين نعرف يعني بجد تحليل منطقي للي حصل، يعني كلنا بجد مش فاهمين حاجه. يكون معانا ايه تاني يا مي؟ وكمان معانا، خليني اقول لكم، معانا فقره استاذه رانيا المراياوي، خبير تحليل الاوراق الماليه والوضع الحالي وتاثيره على البورصه المصريه. بس الحمد لله مصر في امان، يعني كل ما بقعد كل ما بفتكر ان بتطلع كل مره حمله والله مصر هتفلس مصر هتفلس، ولان الحياه ماشيه زي الفل الحمد لله. هو دايما بيقعدوا يتكلموا على البورصه، اول ما البورصه، يعني اي بورصه في العالم فيها هبوط وصعود، اول ما البورصه بيحصل فيها حاجه يقول لك البورصه مراه الاقتصاد، يعني المقوله دي كانت بس عشان البورصه كانت مش موثوق فيها 100%، ارتفعت شويه بعدين بعد الاحداث نزلت تاني، فهي دي بس المشكله يعني. بس ده طبيعي طبعا، يعني البورصه بتاثر باي حاجه، الشارع نفسه ممكن ياثر على البورصه، مش بس الوضع الاقتصادي للبلد بالزبط. يعني عندنا فقره مع ايمان بعد الفاصل، بس مع الصحفي استاذ محمد زكي نائب رئيس تحرير جريده الوفد. بعد الفاصل.